الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنت أود أن لا أتكلم في موضوع توبة الفنانين، وخصوصا وأن كثيرا من الناس تكلموا سلبا وإيجابا، لكن ألح علي بعض إخواني أن أتكلم حول الموضوع من زاوية الرد على من انزعجوا بتوبة الفنانين، فأقول وبالله التوفيق. طبعا هذا أمر عهدناه، ولا شك أن الصراع بين الحق والباطل أمر قديم قدم البشرية، فالله عز وجل يدعو إلى دار السلام ويبين السبل التي من سلكها دخل جنة ربه عز وجل، والذين يتبعون الشهوات أيضا يدعون إلى سبيل الردى وسبيل الهلاك، ويوجهون الناس إلى السبل التي فيها هلاكهم وفيها خسارتهم. طبعا قضية الفنان الشاب الذي أعلن توبته على هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا فرح بذلك كثير من المسلمين، من عامة المسلمين، لا أقصد يعني الخاصة، ولكن من عامة المسلمين، يعني جميع الشباب اللي فيهم شوية ديال الخير فرحوا وقالوا أخويا مزيان، الله يتبتك، الله يكمل عليك، وهالطريق اللي اخترتي راه مزيان. عادي أن يقع هذا من مسلم يعني استيقظ من غفلته وتبين له أنه كان على أمر قبيح. طيب هؤلاء لماذا ينزعجون مع أنهم يصرحون بأن الحرية مكفولة لجميع البشر؟ هو كيبداو يعني التدوينات ديالهم كيقول لك ودي ما عندناش الحق باش ندخلوا في القرار ديال الاعتزال ديال أي واحد، أي فنان أراد أن يعتزل، لكن ينقضون هذا الادعاء بعد سطرين أو سطرين من تدويناتهم. يعني هو في اللور كيقول لك احنا ما عندناش الحق ندخلوا، ولكن هذا لكن ما موقعه يعني، ولكن ازعجنا ان يربطوا هذا بالتوبه الى الله عز وجل. اذا واحد الانسان اعتزل لمساله شخصيه او لمرض او لمساله اقتصاديه او لمساله مجهوله لا يريد ان يفصح بها، طيب هذا خياره ويجب ان نحترمه، لكن الى مشى حتى قال بانني اعتزلت لان ديك الوسط يعني مشيل وهذيك الاعمال انا اتوب وابرأ الى الله منها، واللي عنده شي حاجه يحيدها، واللي عنده شي صور يمحيهم، واللي عنده كذا، هنا الان صارت جريمه. علاش؟ لان هذا الربط الفاسد يزرع في وعي الناس بان الفن جريمه وخطيئه ورذيله، والفن يعني واحد الرسالة شريفة اللي كتأثر المجتمع وكتوجه السلوكيات دياله وتثير يعني القضايا وتحسس بها. طيب أي قضايا تثيرها يعني هذه الأعمال الدرامية كما يزعمون؟ يعني الأعمال الفنية أش كدير؟ يعني تبين الوقاحة، قلة الحياء، تبين الجريمة، تبين الخيانة الزوجية، تبين التبرج، تبين العلاقات الحميمية المحرمة، الكلمات الساقطة، العلاقات العاطفية المشبوهة. طيب هذه الأمور هذه يعني واش علاقتها بالدين؟ واش علاقتها بالحضارة؟ واش علاقتها يعني بالخلق والقيم التي ينبغي أن يبنى عليها المجتمع المسلم؟ إذا واحد الإنسان تبين لي بأن هذا الوسط يعني وسط عافٍ فأراد أن يخرج منه، طيب دعوه وشأنه، خليوا الناس، واش أنتم حتى اللي بغى يتوب ما بغيتوش تخليوه يتوب؟ وثم هذا الوسط احنا ما كنتكلموش فقط على الامور التي تظهر، كاين الناس دابا اللي تيحكم تيقول لك لا هذا كيؤدي واحد العمل ما فيهش شي اسفاف. طيب انتم ما كنهضروش احنا على الامور التي تظهر في الشاشه، لا، الاوساط التي تصاحب هذه يعني المجتمعات. راه هاد الناس هادو راه كتكون عندهم عقود، كيوقع تحرش بين الممثلات وبين المنتجين والمخرجين وبين الزملاء في العمل، كتوقع أصفار، كيوقع خلوة، كيوقع أمور محرمة كثيرة، هادشي ما عرفتوش، كتوقع سهرات، كتوقع يعني في توقيع العقود، كتوقع أمور كثيرة جدا.
يعني شرب الخمور، يعني تناول يعني المسكرات، يعني مسائل كثيرة هذه لا تخفى. وطيب احنا هذا الشيء لو لم نعيشه وسلمنا الله منه، لكن احنا نسأل تائبين، احنا كنعرفوا فنانين اللي كانوا في هذاك الوسط وجاءوا وتابوا إلى الله عز وجل وأخبروا بما كانوا عليه. هذو اللي وصلوا من الشهرة ومن جمع الأموال ومن هذه الأمور التي يطمح إليها الشباب الشيء الكثير، ومع ذلك تركوا ذلك لله فعوضهم الله خيرا منه. أما قضية اعتبار هذه المسائل لا، راه هو غير كيمر بأزمة نفسية. طيب اللي كيتوب من الزنا عنده أزمة نفسية، اللي كيتوب من السرقة عنده أزمة نفسية، اللي كيتوب من أي معصية عنده أزمة نفسية. وكنطلبوا الله يعني تكون سحابة صيف وتنقشع ويرجع للجمهور ديالو، راه باقي عنده العطاء، باقي عنده كذا كذا. بل بعضهم يجازف وكيقول لك لا، كون كان الوالد ديالو يعني حي غادي ينزعج بهذا سميتو. طيب انت وليت كتحكم حتى على قضيه ومتاكد بان الاب ديالو غادي ينزعج لتوبه الولد ديالو والتخلي عن هذا الوسط العفين لا يختلف الناس في عفنه وقبحه ويعني دهاليزه القبيحه الخبيثه. طيب ما دمت هناك يعني سل جده وجد ابيه وجد جده، إذا كان عندك أنت هذا النقد يبلغ حتى الأموات ولا يقتصر على الأحياء. غريب أمر هؤلاء، كيف لا يدعون الناس في حريتهم المزعومة؟ ثم كتقولوا بأن الحرية مكفولة حتى في المعتقد. اللي بغى يرجع نصراني واللي بغى يرجع يهودي، اللي بغى يرجع بوذي ولا هندوسي، ما عندكش الحق تدخل فيه. واللي بغى يرجع مستقيم ورجع عفيف وحيد من الفن، لا هنا لا، ما تربطوش الفن بالرذيلة وتربطوه بكذا. إيه الفن؟ يعني أنا أعتقد بأن أي فقيه مهما كان مختلفا معنا في بعض الأمور العقدية أو المنهجية لا يشك في أن التمثيل بهذا الوصف الذي نراه والذي نعرفه والذي لا يخفى على أحد هو أمر محرم لا شك فيه، هو أمر محرم لا شك فيه، وتضمن مخالفات عديدة. علاش هما دابا تيربطوا القضيه؟ وهذه من الاساليب الخبيثه التي ينهجها هؤلاء. كيقول لك لا قضيه والمال الوهابي يعني يسهم في كذا اعتزال بعض الفنانات المصريات قديما. يعني الفنانات المصريه كانوا الناس في الخليج كيعطوهم الفلوس وكيقول لهم علنوا التوبه ديالكم. هذا يعني امر. طيب هذا الاعلان ديال التوبه يعني المدفوع له، هذه راه ماشي توبه صحيحه وماشي توبه مقبوله. لو كان هذا الأمر صحيحا، ومن أين لك بهذه الأخبار أنت؟ وأنت الآن ألست تأخذ المال العلماني من أجل أن تصرح هذه التصريحات؟ أنت الآن عايش في هذا الشيء، علاش كتأخذ؟ أنت أنا يغلب على الظن أنك لا تعتقد ما تقول، لأن أمور كثيرة يعني يستحيل بأن من عرف الإسلام وعرف الفقه أن يفتي بها. طيب أنت واش يمكن تقنعني بأنك تعتقد بأن الزنا حلال؟ وانت الان تقول بان العلاقات الرضائيه خارج اطار الزواج هذه حريه شخصيه. طيب ولكن شنو حكمها في الشرع؟ شنو حكمها في الشرع؟ واش حرام ولا حلال؟ صرح، خرج من هذا الامر ديالك الغامض وهذه الضبابيه والمنطقه الرماديه التي تحبون ان تعيشوا فيها. لا، بيض كحل، واش الزنا حلال ولا حرام؟ ينبغي ان تقول كما يقول جميع المسلمين الزنا حرام، هذا أمر مقطوع به في الكتاب والسنة وأجمعت على ذلك أقاويل العلماء والأمة كلها مجمعة على أن الزنا حرام. أنا كنت أعجب بأن واحد الشخص كيقول بأن الزنا ما فيه مشكل وحرية شخصية وباقي كيستضفوه الناس وكيسولوه في المسائل الشرعية. طيب تكلم على أمور أخرى، تكلم على الكرة، تكلم على السياسة، تكلم على الطبخ، تكلم على الخياطة، تكلم على أي حاجة إلا الشريعة لا حق لك أن تتكلم فيها. لماذا؟ لأنك قد نقضت هذا العهد وانتكست ورجعت على عقبك بكل يعني البساطة. ما بقاش عندك الحق باش تتكلم في الدين وباش تقول بأنه هذا المسائل كذا هذا. وهادو الناس يعني كيعتبروا الفن بأنه رذيلة في انتظار يعني باش هادوك يعني الشرفاء الفنانين تاهما يتوبوا في انتظار ذهابهم إلى الحج والاستغفار وكذا باش يكفروا على الذنوب ديالهم. طيب واش بان لك انت دابا الحج يعني ما كيكفرش الذنوب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن به جميع المسلمين يقول من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت امه. واش بان لك في هذا الحديث هذا؟ تا هو نكذبوه تا هو؟
يعني اللي دار شي معصية، زنا أو سرق أو كذب أو خدر رشوة أو كذا، ثم تاب إلى الله عز وجل وحج، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، بحال كيف ولدت أمه، طاهر نقي. هذا وعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن باختصار هذه الأمور يعني فيها قضاء على القيم وقضاء على الأخلاق وعلى تلك البقية الباقية من المروءة، هذه تذبح على هذه المعابد النجسة التي يروج لها هؤلاء يعني الأشخاص وهؤلاء المخلوقات الغريبة التي تعيش بين أظهرنا ولا تريد للمسلمين أن يعيشوا إسلامهم اليومي. لأن هذه مشكلة العلمانيين، العلماني راه ما يصارحكش وإنما يتخفى ويتلوى، كيقول لك لا الحرية الشخصية مكفولة، ولكن علاش هذيك تلبس النقاب؟ الحرية الشخصية مكفولة ولكن علاش هذاك يرخي لحيته؟ الحرية الشخصية مكفولة ولكن علاش هذوك يصلي التراويح؟ الحرية الشخصية مكفولة ولكن علاش هذوك يصوموا رمضان ويمنعوا الناس من الإفطار في رمضان؟ إذن أي حرية هذه التي تحدثنا عنها؟ إذن الحرية اللي كان عارف أنا كون كان علماني يعني يؤمن بتلك القيم التي لا نتفق معها قطعا، ولكن على الأقل كيكون بعدا منطقي ومتصالح مع نفسه كما يحلو لهم أن يرددوا هذه العبارة، متصالح مع نفسك. إذن ما يكونش عندك مشكل، هذا ملحد احترمه، هذا مسلم احترمه، هذا تائب احترمه، هذا بغى يصلي احترمه، هذه بغى تنقب احترمها، هذا بغى يصلي التراويح احترمه، هذا بغى يعبد أي حاجة احترمه، ولكن أنتم تحترمون كل شيء إلا الإسلام، تحترمون أي تصرف إلا تصرف المسلمين الذي ينطلقون فيه من دينهم ومن شريعة ربهم ومن معتقداتهم وتشككون فيها وكتديروا الوصاية عليها وتقولوا علاش هذه كذا، لا خصو الدين ديالو، اي ماشي ما شأنك بالدين، الدين له العلماء والفقهاء هم الذين يؤطرون هذه الأمور. أنا كنقول بأنه أي فقيه مالكي شافعي حنبلي حنفي حتى من نختلف معه في المعتقد، أشعري كلامي ما تريدي سوله قول لي هذا الشيء اللي كيوقع في التمثيل، الله يرحم لك الوالدين واش حلال ولا حرام، رجل يقبل امرأة أجنبية ينام بجنبها على السرير يحدثها يبث لها أشجانه يكلمها بكلام قبيح لا يليق إلا يعني بين الأزواج في إطار الزوجية المشروعة المقدسة، أش غادي يقول لك؟ غادي يقول لك يا واش باش ما كاين، ما دام يعني العمل ما فيهش واحد الحشو وإنما اقتضته صبغة درامية وكذا ويخدم الأهداف وكذا وكذا، قبح الله وسعيكم، قبح الله وسعيكم وتبل لكم سائر اليوم. هكذا يعني يتكلم الإنسان في دين الله عز وجل بغير علم؟ فكل فقيه صادق لم يبع آخرته بدنيا غيره فإنه سيفتي بأن هذه الأمور محرم وتضمنت مخالفات شرعية واضحة لا تخفى على أحد. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم وأن يثبت من تاب منهم توبة نصوحا وكان صادقا في توبته، نسأل الله أن يثبته على الهدى حتى يلقى ربه عز وجل بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يزيد هؤلاء الخبثاء يعني انزعاجا وأن يزيدهم كبتا وأن يزيدهم غيظا وأن يملأ قلوبهم حسرة وندامة وهم يرون أفواج المسلمين تعود إلى ربهم عز وجل يوما بعد يوم، فلا أتم الله لهم يعني غاية ولا رفع لهم راية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.